عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في أولى دروس التاريخ في الفصل الدراسي الثاني في فرع التاريخ. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوحدة الثالثة بتاعتنا، الخلافة الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة. هنبدأ نتكلم عندنا النهاردة على أول دولة عندنا، هي الدولة الأموية من عام 41 حتى عام 132 هجريا، 661-750 ميلادي. زي ما احنا متعودين الساعه الثانيه ان احنا هنبدا درسنا بالمراجعه الجزئيه، بس طبعا عشان ده اول درس مفيش مراجعه جزئيه، وهنتكلم على قيام الدوله الامويه عام 41. بص يا اولاد، قال لي مستر، اولا الدوله الامويه تنسب الى اميه الجد الاكبر لمعاويه ابن ابي سفيان. الدوله عشان كده يعني اتسمت الدوله الامويه، نسبه الى مين؟ نسبه الى اميه الجد الاكبر لمعاويه ابن ابي سفيان. قال لي مستر كمان، تأسست أو قامت الدولة الأموية عام 41 هجريا على يد معاوية ابن أبي سفيان. يبقى يعني نسب الدولة الأموية أمية الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سفيان، وتأسست عام 41 هجريا على يد معاوية ابن أبي سفيان. هنبدأ نعرف دلوقتي إن في حاجة حصلت في عام 41، عشان كده العام دوت أطلقوا عليه عام الجماع. زي ما المستر لسه قايلنا من شوية إن الدولة الأموية دي بتنسب إلى أمية الجد الأكبر لمعاوية بن أبي سفيان. طبعا الدولة دي قامت بعد أن تنازل له الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة، هو وأخوه الحسين، طبعا حقنا لدماء المسلمين. طبعا الدولة دي أول ما قامت لازم يبقى ليها عاصمة، طبعا كانت العاصمة بتاعتها دمشق، وحكمت طبعا 91 سنة، وعدد الخلفاء بتوعها 14. طب نرجع لعام 41 دوت، ايه السبب اللي تم إطلاق عام الجماعة على 41؟ هقوله لأنه في هذا العام اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية بن أبي سفيان. يبقى زي ما أنا قلت من شوية إن طبعا الدولة دي قامت نتيجة تنازل الحسن بن علي عن الخلافة، هو وأخوه الحسين لمعاوية بن أبي سفيان، حقنا لدماء المسلمين. يبقى في العام دوت اتجمعت كل كلمة المسلمين على مبايعة معاوية ابن أبي سفيان. تعالى سنة تانية دلوقتي نتعرف على، طالما دولة قامت أكيد لها عاصمة، قال لي عاصمة الدولة الأموية كانت دمشق. أما عن مدة حكم الدولة الأموية وصل إلى 91 عاما، وكمان أولاد عدد خلفاء الدولة الأموية 14 خليفة. يبقى خلاص عرفنا ان هي تأسست عام 41 هجريا، اللي تسمى زي ما قالت الميس من شوية عام 41 تسمى بعام الجماعة. عاصمة الدولة الأموية دمشق، ومدة حكمها 91 عاما، أما عدد خلفائها فكان 14 خليفة. طبعا احنا لما هنيجي نتكلم سنة تانية عن عدد الخلفاء، طبعا انا مش هتكلم عن ال 14 خليفة كلهم، لا انا هبدأ اتكلم عن اشهر خلفاء الدولة دي، ولما اجي اتكلم عن اي خليفة منهم هبدأ ان انا اتكلم عن فترة خلافته وهتكلم عن ترتيبه واهم اعماله. طب تعالى كده نشوف اشهر خلفاء الدولة الاموية اللي احنا هنتكلم عنهم. عندي معاوية بن ابي سفيان، طبعا ده المؤسس، عبد الملك بن مروان، وعندي كمان الوليد بن عبد الملك، وكذلك ايضا عمر بن عبد العزيز. يبقى دول اشهر الخلفاء اللي هنتكلم عليهم ان شاء الله في الدولة الاموية. هنبدأ بالخليفة الاول اللي هو معاوية ابن ابي سفيان. تعالى كده نعرف الاول ترتيبه، وبعد كده هنتعرف على حياته كمان قبل تولية الخلافة واهم اعماله. طبعا هو المؤسس الاول لانه كان اول خلفاء الدولة الاموية، او الدولة الاموية قامت على يده. طب تولى الخلافة امتى؟ قال لي تولى الخلافة عام 41 هجريا حتى وفاته عام 60 هجريا. طب يا ميس، هو قبل ما يتولى الخلافة كان بيعمل ايه؟ قال لي ده كان من كتاب الوحي، يعني الحاجات اللي كانت بتنزل على الرسول عن طريق سيدنا جبريل كان هو بيكتبها. شارك في حروب الردة، دي اللي كانت ايام سيدنا ابو بكر الصديق، طبعا حركة المرتدين زي ما احنا عارفين اللي هم ارتدوا عن الدين الاسلامي. وشارك في فتح الشام واصبح واليا عليها عام 18 هجريا حتى تمت مبايعته بالخلافة. طيب تعالى كده نتكلم دلوقتي على اهم اعماله. هنعرف ان هو جمع كلمة المسلمين، واكتر عمل عمله، او يعني اكتر حاجة مهمة عملها، نقل عاصمة الخلافة من الكوفة الى دمشق. وممكن يجيلي في الجزء ده سؤال بما تفسر، هقوله كده، حتى يكون وسط مؤيدي او بين مؤيدي، وانشأ ديوان الخاتم حتى او لختم وحفظ مراسلات الخليفة، الى جانب انه انشأ نظم البريد وادخل نظام الوراثة في الحكم. احنا عارفين ان الحكم كان ايام الرسول وايام الخلفاء كان قائم على ايه؟ قائم على الشورى والخلافة، انما ده ادخل نظام الوراثة. يعني طبعا هو لما هيموت هيبدأ يجي حد من افراد عيلته بعديه، الى جانب ان هو اهتم بالعمران والبحرية وواصل حركة الفتوحات الاسلامية.
هنروح بعد كده ولاد لسؤال المتفوقين. السؤال بيقول لي بما تفسر نقل معاوية ابن ابي سفيان عاصمة الخلافة من الكوفة الى دمشق؟ تاني السؤال، هي الميس قالت اجابته في وسط الشرح، نقل معاوية ابن ابي سفيان عاصمة الخلافة من الكوفة الى دمشق. فكر في السؤال ومستنيينك تبعت لنا الاجابة. تعالى بعد كده نروح لتاني اهم خلفاء الدولة الاموية، وهو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان سنة تانية هو المؤسس الثاني للدولة الاموية، ولكن ترتيبه في خلفاء الدولة الأموية هو خامس خلفاء، مش تاني، هو خامس خلفاء الدولة الأموية عبد الملك ابن مروان. وقلنا مستر ان عبد الملك ابن مروان توفى الخلافة، تولى الخلافة عام 65 هجريا حتى وفاته في 86 هجريا. يبقى عبد الملك ابن مروان بيعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية، خامس خلفاء الدولة الأموية في الترتيب، وتولى الخلافة عام 65 هجريا حتى توفى في عام 86 هجريا. طب تعالى مع بعض اولاد نشوف ايه هي اهم اعمال عبد الملك ابن مروان. قال لي اول حاجه اولاد امر بتنقيط المصحف. امر بتنقيط المصحف، يعني ايه امر بتنقيط المصحف؟ قال لي مستر وضع النقاط على الحروف حتى يسهل قراءته على حديث العهد بالاسلام. احنا عارفين ان في الوقت دوت الكلام كان بيكتب بدون نقط، ولكن في عهد عبد الملك ابن مروان دخل كثير الاسلام، فأمر عبد الملك بن مروان بتنقيط المصحف حتى يسهل قراءته. وأيضا من ضمن أهم أعماله قال مستر عرب الدواوين، حيث جعل لها الكتابة باللغة العربية. عارفين طبعا أن بسبب الفتوحات الإسلامية كان في الكثير من غير العرب موجودين تحت سيطرة الدولة الإسلامية، وكانت الدواوين في ذلك الوقت بلغات مختلفة، لكن في عهد عبد الملك بن مروان قام بتعريب الدواوين. مش بس كده، ده بيقول لي مستر ضرب العملة الإسلامية. كلمة ضرب العملة الإسلامية يعني صق أو عمل أو صنع العملة الإسلامية. مش بس كده، ده بيقول لي كمان أولاد أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس. يبقى أهم أعماله قال لي مستر أنه أمر بتنقيط المصحف وعرب الدواوين، كما ضرب العملة الإسلامية يعني صنع العملة الإسلامية، وأنشأ حاجة مهمة جدا وهو مسجد قبة الصخرة اللي موجود في بيت المقدس. مش بس كده، ده عمل حاجة مهمة جدا أولاد، إن هو استطاع أن يقضي على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية، لذلك اعتبره المؤرخون المؤسس الثاني للدولة الأموية. يبقى دي أهم أعمال الملك عبد الملك ابن مروان. هنبدأ نتكلم عندنا عن الخليفة الثالث من خلفاء الدولة دي، هو الوليد ابن عبد الملك. طبعا ده ابن عبد الملك ابن مروان، خلي بالك ان العصر بتاعه بيعرف بالعصر الذهبي، وده سادس خلفاء الدولة الأموية مش الثالث، ده كده السادس، يعني ترتيبه بين الخلفاء السادس. بيقولي تولى الخلافة من عام 86 هجريا حتى وفاته عام 96 هجريا. طيب يجي لي كده سؤال ويقول لي ايه سمي عصره بالعصر الذهبي للدولة الأموية ليه؟ عمل ايه علشان يطلق على عصره العصر الذهبي؟ قال لي اول حاجة عملها ان هو اهتم بالعمران. يعني ايه اهتم بالعمران؟ قال لي يعني اهتم بالبناء. بنى ايه يعني يا ميس؟ قال لي بنى المسجد الأموي بدمشق. مش بس كده كمان، قال لي ده اعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الى جانب انه قام بتوسيع الحرم المكي بمكة المكرمة، وقام بتمهيد الطرق وحفر الآبار. وما سكتش على كده كمان، قال لي ده بدا ان هو طبعا يهتم بحركه الفتوحات الاسلاميه مثل سابقيه، حيث وصلت جيوش المسلمين الى بلاد الاندلس غربا واقليم السند شرقا. طبعا يبقى كده اتسعت الدوله الاسلاميه اتساعا كبيرا جدا بعد عهد كمان الخلفاء الراشدين وفي عهد الدوله الامويه، الى جانب انه اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعيه للناس كرعايه المرضى والمعاقين والفقراء. نروح للخليفة اللي بعد كده وهو عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اولاد بيطلق عليه الخليفة الزاهد، وهو خامس او انا اسف ثامن خلفاء الدولة الاموية. بقول مستر تولى الخلافة عام 99 هجريا حتى وفاته عام 101 هجريا. اهم اعماله ايه؟ قال مستر اهم اعماله ان هو حافظ على المال العام. طب حافظ على المال العام ازاي؟ قال له مستر اعاد ما وهب له من اموال هو وزوجته لبيت المال. معروف ان الخليفة اول ما بيمسك خلافة المسلمين بيمنح اموال هو وزوجته، لكن عمر بن عبد العزيز قام برد واعادة كل الاموال التي حصل عليه. مش بس كده، هو وزوجته كمان اولاد من ضمن اعماله انه اهتم بالعمران. طب عندك دليل؟ ايوه، قال لي حيث انشأ المساجد ومهد الطرق كمان اولاد وحفر الابار. قال لي كمان من اهم اعماله انه استصلح الاراضي فعم
الخير، بالإضافة أنه هو كمان أولاد نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة، وكان نتيجة لذلك أن دخل الكثير من الناس في دين الله أفواجا. يبقى عمر بن عبد العزيز سام من خلفاء الدولة الأموية، تولى الخلافة عام 99 هجريا حتى عام 101 هجريا. أهم أعماله حافظ على المال العام واهتم بالعمران حيث أنشأ المساجد ومهد الطرق واستصلح الأراضي في عام الخير. ويقال مستر كمان ان عمر بن عبد العزيز دوت بيطلق عليه ان هو خامس الخلفاء الراشدين. احنا عارفين ان الخلفاء الراشدين عندنا كانوا أربعة، اللي هو سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن ابي طالب طبعا، وسيدنا عمر بن الخطاب. بيقول لي ان عمر بن عبد العزيز دوت بيطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين. هو ده سؤال المتفوقين اللي عندنا، يا ترى كده هو ايه سبب اطلاق على، او ليه المسلمين اطلقوا على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ هنستنى منكم الاجابه ان شاء الله المره اللي جايه. هنروح بعد كده الموضوع تاني اولاد، وهو ضعف وسقوط الدوله الامويه. اكيد اولاد اي دوله بتقوم بقوه ومرور الوقت بتبدا هذه الدوله في الضعف حتى السقوط. طب اكيد عندي اسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية، عشان كده في الامتحان يجي يقول لي بما تفسر ضعف وسقوط الدولة الأموية. أول سبب يا مستر عندي طبعا أكيد إن أنا هلاقي خلفاء ضعاف بدأوا إن هم يتولوا بعد الخلفاء الأقوياء. طبعا آخر خليفة من الخلفاء الأقوياء اللي احنا أخدناهم كان الخليفة عمر بن عبد العزيز، فهنقول له كده إن تولى ستة خلفاء ضعفاء بعد عمر بن عبد العزيز. ومش بس كده، كمان ده هلاقي كراهية الموالي الأمويين. إيه ده؟ مين الموالي الامويين؟ مين الموالي دول اصلا؟ قال لي الموالي دول هما الذين دخلوا الاسلام من غير العرب من البلدان المفتوحه، ناس من غير العرب هما اللي تمكنوا ان هما يدخلوا الاسلام. طبعا الموالي كانوا بيكرهوا الامويين جدا. ليه؟ قال لي لانهم كانوا يرون ان الامويين يفضلون العرب عليهم. مش بس كده كمان، ده احنا لقينا ان كان في فتن وثورات قام بها الشيعة والخوارج، دي طبعا اللي كانت حاصلة من ايام سيدنا علي بن ابي طالب، وكانت سبب في انهاء اصلا الخلافة الاسلامية، الى جانب الدعوة العباسية التي قادها ابو مسلم الخراساني. وده كان طبعا من احد الموالي، يعني ابو مسلم الخراساني ده كان من احد الموالي اللي احنا قلناهم دخل هم الذين دخلوا العرب من غير، هم الذين دخلوا الاسلام من غير العرب. بيقول لي تمكن العباسيين من هذه الدعوة من هزيمة الامويين في معركة اسمها معركة الزاب عام 132 هجريا، وكان من نتيجة المعركة دي قتل اخر الخلفاء الامويين اللي هو مروان بن محمد في مصر، الى جانب انه تم مبايعة عبد الله بن محمد بن علي اللي هو اطلق عليه بعد كده ابو العباس خليفة للمسلمين، ليعلي قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الاموية. اروح بعد كده اولاد لسؤال المتفوقين، والسؤال بيقول لي ما المقصود بالموالي. سؤال مرة تانية بيقول لي ما المقصود بالموالي. ياريت تفكر في السؤال، والميس قالته في الشرح كذا مرة، ومستنيين تبعت لنا الاجابة. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.